أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وهو مدبك عادي هو لهي مدبان أهيس كمالها معايا الله دواد أركتينه وها قار وها كجرة مدب اسكو جرة له مدو إيا عدان إيا وحاوية قدود إيا اسكو درده سهلة أيا جرة مركي وهو لا شيء مدب فيها هذا الحياة ما هو مدب كذا عادية متكدوا ما هوي قالوا هيدا يا مركو سياسة هاي الآن هذا أيا جئت لاتمدي للحق حق هذا لاتمدي وهي كودا بالي نبقت بالبيان التاموي بيان او عد أيا هذا كنا واغوئي رادين مركا ساو حالي وحي هاشين بالي بقرة دي هاشين كل فاسو حي كهلين بالي نمضل يرعى او هو يدي سبار هو أيك أكلين بالي كل كاسي كشري سوني كقتين وهين هو يسلين بالي هرق جيد او ذهب أي وقتين بالي مركا وحاوية عرم تلو اسكو عسليسيين فنبحونا وي جورعين بو أي بهيلاه بقردي والحال ما كادو أي سنسيين يفعلون إني فلان فنبحونا وي جورعين بإلهي وما كادو حال أي سنو بيانين يفعلون إني فلان وحالو لجيدا سمن كذا أي قالي هاي معايا لوحي فصابحيين هرق جيدا مجي سو ذهب أيك صابحيين عليه رسول كان عليه الصلاة والسلام هو هاي حديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم أيو هاي هدي إسكا قورع لهايين بقرة كستمر كهرة اللي بقرة قورعة وقجل هذا وقفلنا لها ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم عوي نفطه ذي كؤت كيان عرنتا مركز إلهي كؤت كي ماشا ساو حالة صوقاتي من شدد شديد عليه مركز هدا وها ليلي أو مركز أهل السيرد أي كوره من وهي كهلين بالي من بالي يرعى أو هو يليس بار هو أي كأكلين بالي هدي وحي يفلق الشيء من كهذا اللي يرضى أو هو يليس بار هو برق والدك أي ماشا سلق هنايا فإذا المسكلة يهي وحال الشيء وين كان بالي يرعها أبيس من صالح أيوه هاي بالي أو ربنا سألك مده من كاس مركا وحاكوت مد بالي جيري أكوت مدي مركي جيري أكوت مدي سكراد ويهي أيا وحونا هيستالي سع أيوه قوي بالي سع مركا سمو دلي بالي قارن أيوه دلي بالي وينير أيوه دلي بالي أو بيدك أيوه دلي مركا وحالي ويشي ريالي أيوه قاري بالي مركا سو مالكيم أو جوقة أيوه جريالي markaasoo wiilka hooyadiisu waxa uu daldaarmay inay maaratay baqarada tan ay siisay wiilka markii uu gaboobo adigu waa bintaa leeri markaa anigu waxa dhacday leeri inuu qoryo iska guranayo oo waxa weeye qoryaha suuqa uu ka iibsanaayo xoolihiina oo nawaadba ka haynin qoryahaas markaas waxa uu ka helay saddex u qaybi jiray leeri sirus naftiisa uu ku bixi jiray sirusna hooyadiisa uu sii jiray sirusna waa sadaqaysa jiray leeri هذين كيس هذا دحوه قيبيا ليري سلس وهرد دايا ليري سلس ويريس وخد ميناي سلس ندع على إله وتعيني بالير وين كمرك وجبو بالير أيام ويني سحيو ده ذا ليري جقلا هبلا ليرا أو كين تهبلا ليرا تلي تلي وحاف جوزا سعى يا جوزا أو أبها وكارتي وهنا أبها يدر دارني هدي أدوينات إنها قصية وحوي ويقول نارتي بالير أو حوي نبي الله إبراهيم الخليل إسحاق يعقوب أي مركز أي حوية أي كبه على تيبا ليري ووحي تيري بغرادة سمركة أتكتو ويكو أدعي عيسى ويكو سيجو سميا ليري سيجو يجيس مرتة مركز وي مدبا ليري مركز أي أدعي على ليري وليو وحيو بهذا يبهن علمو دبر كيه كرع يبه ذا ليري مركز وي بايبا هو يبه يعني إما أمرين إنهم دبر كاغفوا بغرية هاي مركز وليو وحي ده ذا ليري هذا دبر كيه فول لهذي وليجا إما أولود الهين أو كا عرر لهاي أو وحوش تاسنا دا انت اسكمي دا هاي هل اي وحالي بقرة دا ايو صوة تالي وليس اوكيها لي كل كاسي وحيتي لسوق جي اي وحاد كو قد سدح دينار كلب بحيتي لأضو الى الشعور ايو مركي سدح دينار لغو جارو انيق اي امان اي كل كاس مو تقيبا ليري سوق يو جيا ليري وها اي ميا ملق او صورة من تيسا اسكالة صورة رجل من ملق لي اي اي ميا ليري markaasoo waxa uu dhahayba meeqaad gelaysaa sacan markaasoo dhahay 3 dinar oo hooyadii la soo shawiray markaasoo dhahayba aniga iga gado dhahay
لح دينار إغسية أظن ويضع وحب الله سوى شوري مركاسو حوضا هيباني مايا ويضع أهل الشوري واتقيباني ويليسي وتقالي أرمتيو أشياء مركاسو حيتي لح ذنك الدينار كقد لكن وإنا إلى الشوفتي واتقيباني وها مر لما رسول قتقي قل كاس أياه وحاوية ملقي أيو لكو ما يصو هذا من بني آدم واركا مركاسو حوضا هيباني إغاق قضو دهي لما يطول دينار إغسية أيو دهي qoyada aanu waxba la shawri waa diidayaan iyo wiilka oo isoo u tagay arintii u sheegay markaas ay waxay ku tii markii dambo midkan waa malag ilaa xagiisa laga soo daray ee waxa u tagay tii malaga salaamna maratay iyo gaarsi waxaad u tiraada ee marataya baqarada ma gadanaysa mas gadanaysa u dhah markaas u tagay baa arintii u sheegay markaas ayuu malagu waxa u dhahay baa leeyay anigu waxaan ahay malagaana oo bani aadan mihi لكن هير بني إسرائيل أيها وحالة قدني دونا من من كاسنا وحاوية قاتل كدنا وحا عدين تيسي قطة وقوف دونا هش سعاقا هيسك قدن بودا هي مركا إلا وحاوية إنا تقول قدام وياني هارا قيادة مجي سوى دهب ما هي سيدي ويالا ليلي مركا سيداس أيها وحاوية فإيداس إلهي قسي يميكا سا ليلي محايا لما يديس مارتيا أمر كيدا أيو يالي باني أيو نصيداس وهاي buriga waalidka marka faa'iido badan ayuu keenin karaa oo meesha saa laga qaadanaya marka tiyeenu ku dhex jirnaa ilaahay hadana uu uuri wad ku ruux xusuusto ilaahay id waqti qataltum aadishin nafsan naf aadishin ilaahay marad naf dishin xusuusta reer bin israayilow oo fadaaratum aad isku celceliseen oo aad ku doodeen hadda naftan waxa weey nafta hadda ay soo marayna waayo ayda hadda ay ku dhex jirnay fadaaratum aad isku celceliseen fiha ayadu dhah والله الله انا مخرج الكيس وبحين اي ويهي ما كي كنت ولا هاتين تكتمونك وقريه والله الله مخرج اي مظهر وي وصو ظاهرين يا الهي سبحانه وتعالى ما كي كنت ولا هاتين تكتمونك وقريه او امر كيدا علمود ملك وحي يرادين ايدان وإذ قتلتم نفسا وحي مركاسي مناسب اهيد باليد قصيده اول كيدا معايا لماشا وحال لو رميا dilki markaas ninkaas la dilay iyo doodi ka dhacday ayaa aayada lagu sheegaya ka bacdi wixii dhacay ayaan aayada hore ahaayeen laakiin hadda waxa weeye macnuhu waxa weeye in qisadaas laga warhamo mooyaan hadda awr iyo aakhir midna loo fiirimaayaa leeyd waxa kale oo leeyd waxa loo akhiray si waxa weeye qabaaxda reer bani israayil laysula xariiriyana waa leeyd faqulna waxa u dhahnay ba ilaahay markii ay gowraceen si ay riguhu ku garaaca qatiilka ha lagu garaaco bibacdihaa barkeed oo sacan qayb ka mida ninkaan dhintay ha lagu garaaco faqulnaa waxaanaha in riguhu ku garaaca bibacdihaa barkeed ku garaaca marka waxaa la yidhi sidii ay sameeyeen neefkii waxa weeye canabkiisiyaa la sheegay ku dhufteen amba cadmudanabkiisi ay ku dhufteen waxaa la yidhi ninkii dhintay waa soo noolaaday markaasuu wuxuu dhahay baari qatalanii fulaan iyo fulaanin hebel iyo hebel ayaa idilay waxauna sheegaay laba nimo ilma adeertiisa ahdaa layidhi isla markii una dhintaa layidhi marka nimankii dhaxalkiiaa laga hoojiyaa layidhi isla markiina waa la dilaa layidhi maxaaya nimankaana ninka waxay u dileenaa layidhi ninkaana waxaan ayaga ahayn oo dhaxlaaya ma lahaynaa layidhi kolkaase waxay yidhaha ninka haddii la dilo xoolihiisaad qaadanaysiin nin xoolo badan ayuun ahay marka hadda dilku waxa uu ka mid yahay mawaanicul ifsiga ayuu ka mid yahay waxa dhaxalka mancinaya shareecadeena iyo shareecadu horeba saasay ahayd marka nimankii markii ninkii uu sheegay oo meydka uu sheegay kabacdina uu dhintay ayagii waa lasoo dadabtaa layidhi waa la dilay dhaxalnihi hadda halkaasay uu ku waayeen qaala tacaala uu soo qadaray ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaasoo kale sida ninkaa loo soo noleeyey yuxyi llaahu alla waa noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa dhintay saasuu noolaynaya waxaa la ysku tusayaa waxay tahay alla inuu dadka dhintay qiyaamo uu soo noolaynaayo mowtadan marka waxa weeye mowtatul ictibaar waay wayuriikum alla waa idin tusinaya hawdha ilaahay aayaatii aayaadkiisa dalaa'ila qudratii iyo qudradiisa wax daliil u ah maxaa yidhaha taasaa ka mid a lacallakum inaad tacqiluuna aad garataan oo aad tadabburtaan hawdha ilaahay oo aad ogaataan allaha qaadirka ku ah naf waaxida inuu soo nooleeyo inuu awood u leeyahay nufuus fara badan inuu soo nooleeyo taasaa ilaahay subxaanahu watacaala idin tusinaya kolka markay arrintaas reer bani israayil arkeen waxba ay kuma aysan qaadanin markaasuu dha ilaahay suma bacdiyada qasad way engegtay quluubukum laatiini u ilaahay yahuuday quluubtiini way engegtay inay xaqa ay aqbasho
من بعد ذلك كان الله صوصي يبع ليس قلبي هنا يا انجيغو بيراهي قتيل كلا نولي ايو يكون رواء ايضا قلبي هنا يا انجيغي فهي قلوب تيو بيراهي كالحجارة بكحان والطو قلوب تيو بكحاني لمتا يحقق قصوده الالهي او ان بس اشد تيو دروي نصوة حقق لانانتا قلوب تواي كدرانتا هاي ايوبا الهي سبحانه وتعالى تيما نجح ويكدرانتا او ان بس اشد تيو دروي نصوة حقق لانانتا حجر كوي كدرانتا معايا لو بإلهي وإن من الحجارة بكحانتا وحا كمدة لما حجر اياه كمدة يتفجر وكبر قنيو من يسي حقيس ألا نهاري وديال بور أو حال لجهلا يا بكحانتا بجح وحاوي وذيء وكبر قنيو وإن منها وحا كمدة بإلهي بكحانتا لما حجر اياه كمدة يشقق وكد دنبال ما يشقق دنبال ما يو بإلهي وإن منها وحا كمدة بإلهي حجارتا لما حجر اياه كمدة يشقق دمال ماي او دلدلاع ايوي فيخرج جوان لأو كسو بحايو نو إسي حديث الماو ما او كسو بحايو بلحين الدلاع بي اي كسو بحايان اياه لأركيا وإن منها بكحان توحا كمده بإلهي لما حجر اياه كمدة يهبد صوه وبني وإن منها وحا كمده بإلهي لما حجر اياه كمدة يهبد وبني او وحا وي مرسا ريس كسو دقية مرها سيسا اسو دقية وحانا او اسو هابانيا من خشية الله الهي عبسيسا دراد ديد عبسيلا الهي ايو بغح اسو دعيا يا نبا انه اغانن لكن بغح مرسا ريس مركو كسو دعو او مر مركا وصف لي او كسو دعو وحا وي عبسي الهي ويو بإله سبحانه وتعالى وحا مركا لغوة دا وقلوبكم لا تتأثروا قلوبتين وحا وي وحسا ميها لمارك ولا تلين من جل عيسو ولا تخشع من خشوع عيسى لي او قلبيين وقدر هذي نجح ايو قدر هذي وهذا اللي يدى هذا قلوبت بني آدمكو نجح ويك أدبت يا ليلة نحايا روح كستاء او تأثير او سامينة او إلهي سبحانه وتعالى كتب تيسي يو مواعد هباني جاهد وحب مركاس وحوية وحكومة قادن عيسو وما الله ألا ما أهنو بإلهي بغافل عليها المانسن عما كي تعملون عد عمل فيسين دبق عد قريسان إلهي سبحانه وتعالى غافل كما هن ووحاس أتصمعين عيسان وضن إلهي وأجي سبحانه وتعالى الله نوائد أخرية وقتهين أيوذي لسودية محايا لبطك كو دبق القلاية إلهي سبحانه وتعالى عالم أيوكوية كو عمل كواناسان صمعين إلهي عالم أيوكوية و الله وحوية عليهم بيات صدوه مركا وحانا دوياد عقوبات الوصول دي جنين وحوية قيامة ايا الوجاسين ايا ادويادنا واه وحي استقليلا وددك ظالمين تا الهي وحوري انما نملي لهم ليزدادوا اسمنا ايود الهي وانو اصدينا وانو كادينينا سوى حوية الدنب اي ازياسدان ايانو اكردين هود الهي سبحانه وتعالى مركا الله سبحانه وتعالى مرها دي او عالم او كيهي waxa la sameynayo waxay culimadu yiraahdeen aayadan aakhir kaada dadka wanaagsan waxa ugu sugan yiraahdeen wacdi ayaa ugu sugan maxay la amalkaagi allah haduu ku ogyahay allah subhanahu wa ta'ala amalkaagu ku jaasinaya hadii amal xun aad sameeyso amalkaas ilaahay aalim ayuu ku yahay isagana waa kugu jaasinaya oo dadka xun waxay u noqonaysaa waciid u noqonaysaa marka shay ilaahay cilmigiisa ka baxay ma jirto بني آدم إيه غير كي سوى علمي إلهي وحوال بأسك عيا صوكو بي كلك وحوية غير بني إسرائيل وحا إلهي سبحانه وتعالى أغا ورمي وحا إيه كسي فوين أيا إلهي أغا ورمي مركا مروال بوحال مساحة لكو هين إيسان عشر كمركا سيداس وأسعده وخطاب مروال بالمجرين أي غير بني إسرائيل وحا أهمها ندتك سمي كوي زمن كمبيا نجوي عليه سيسان هينين waxaa khidaab kuugu jeheenaya dadka nabigeena Cali (saw) yahuudi joogtay ayaa lagu jeheenaha leeyri waxaana laga wadaa leeyri aabaadoodi maxay yeelan nimankaanu aabaadoodu waxay sameeyeen ayay ku faraxsan yihiin oo waxay leeyeen anagu aabaadeena ayaan raacsanahay marka mar haday siyaas leeyihiin sida ayaa kuwan khidaab kuugu jeheenaya haddana waxa iimaaneysa aayad kasta oo waciid iyo wacdi ah oo ku soo aroorta inay waxay iska noqonaysaa caamay noqonaysaa oo waxa mar walba quraanka qaacida u taal ah al ibratu bi umumi lafdi la bi khusus sabwi ibadu waxa weeye waa iska caam
قلبه مركز أو كسيد دكتي مركز عشر كان عندها سأيوك أجي هاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.